السلام عليكم. في نظركم شنو هو السبب باش يخلي انه الناس يدخلوا في مجموعه من الصراعات والمشاكل داخل المجتمع؟ يعني ان الانسان يكون باعتباره اب او باعتباره موظف او باعتباره مدير او استاذ يدخل في واحد المجموعه من العلاقات. هذه العلاقات في كثير احيان تقود للصراع والعنف، سواء العنف اللفظي او سواء العنف المعنوي والعنف المادي. اذا اليوم غنشوفوا شنو هي اسباب هذا الصراع اثناء عمليه التواصل، وشنو هي الامكانيات اللي يمكننا من خلالها نفهموا الابعاد النفسيه ونفهموا الابعاد السيكولوجيه التي تؤدي الى الاختلاف والصراع بين الناس. هو كتاب ديال مباريات سيكولوجيه للكاتب وعالم النفس المصري عادل صادق. هذا الكتاب هذا هو دراسه النظريه ديال تحليل المعاملات اللي كتبها العالم الكندي إريك بيرن. إذن هذا العالم الكندي إريك بيرن ومجموعه من التلاميذ الاخرين ديال التحليل النفسي طوروا هذا التحليل النفسي من خلال واحد النظريه سموها تحليل المعاملات. هذا تحليل المعاملات ينطلق من مجموعه من الميكانيزمات، والكتاب سماها واحد الاسم اللي هو مباريات سيكولوجيه. ما معنى مباريات سيكولوجيه؟ كيما تنكونوا في التيران تيكون واحد الصراع بين فريقين، سواء في التيران ديال كره القدم او مثلا في مباراه ديال البوكس او غيرها من الالعاب، دائما كاين واحد الصراع، وهذا الصراع يريد احد ان يغلب الاخر، فريق ضد فريق او شخص ضد شخص. اذا تيقول النظريه ديال تحليل المعاملات لانه نفس الامر تيوقع لنا في التواصل بسبب البنيات النفسيه اللي تتكون عندنا منذ مرحله الطفوله، وهذه البنيات السلبيه تتخلق لنا واحد الصراع في التواصل. بدل ان يكون التواصل مصدر ديال الحوار، مصدر ديال السعاده، مصدر ديال تبادل الخبرات، تيكون التواصل منقطع، هو اللي تؤدي للعنف وتؤدي كثير احيان الى مشاكل اجتماعيه اسريه. هذا الكتاب هو صراحه الكتاب الوحيد اللي لقيت باللغه العربيه اللي تبسط النظريه ديال تحليل المعاملات وتعطي واحد المجموعه ديال الميكانيزمات باش نفهموا هذه النظريه. اذا بالنسبه لهذا الموضوع هذا انا قدمت فيه جوج ديال الحلقات، يمكن نخلي لكم صندوق ديال الوصف وغتلقاو هذه الحلقات بجوج. الحلقه الاولى اللي هي تاثير عام نظريه تحليل المعاملات، والحلقه الثانيه اللي هي حددت فيها على واحد اللعبه من الالعاب اللي تكلم عنها إريك بيرن، وهي ماذا لا تفعل نعم ولكن. لكن اليوم غنحاول نطور هذه الفكره من خلال الكتاب اللي قرات ديال مباريات سيكولوجيه، ونفهموا شنو هي الميكانيزمات ديال الالعاب النفسيه. القسم الاول ديال الكتاب تتحدث على مفاتيح الشخصيه. اذا كما تعرفوا بانه كل انسان عنده مجموعه ديال البنيات النفسيه. هنا تنتكلموا على ما يسمى الولاده البيولوجيه، ثم عندنا الولاده النفسيه، ثم عندنا الولاده الاجتماعيه او الثقافيه. اذا اول حاجه تتلقى الانسان منذ مرحله الطفوله هي مجموعه من التسجيلات، بحال واحد البيسي في واحد ديسك دير مقسم على ثلاثه، كل ديسك دير تيتخزن فيه واحد المجموعه ديال المعطيات. اذا الانسان كما تيقولوا علماء النفس عندنا ثلاثه ديال الحالات النفسيه، حاله الطفل، حاله الوالد، ثم حاله الراشد. هذه الحالات بثلاثه تكون عندنا ما يسمى البنيه النفسيه. اذا كان فرويد تحدث على الفكره ديال الوعي واللاوعي، وبينا بان اللاوعي هو اساس الشخصيه الانسانيه، فاننا من خلال نظريه تحليل المعاملات طورنا هذه الفكره هذه وبات مجموعه من المعطيات جديده. اذا حاله الوالد هي ديك البنيه النفسيه اللي تكون عند الانسان منذ مرحله الطفوله، وتتمثل الانا التعليميه، هي كل ما يتلقاه الطفل من اوامر، من توبيخات، من نواهي، من قيم، من كل البناء الاجتماعي وكل البناء الثقافي اللي تكون عند الانسان منذ مرحله الطفوله. ثم عندنا حاله الطفل، وهي تمثل الحاله النفسيه الشعوريه، يعني الطفل متى يخلق تبدا تشجع عنده مجموعه من المشاعر منطقه الاميغديلا. هذه المنطقه تتشكل الذاكره الانفعاليه عند الانسان اللي تستمر معنا طيله مده الحياه. هنا تيقول إريك بير بان هذا الطفل الداخلي عندنا فيه مجموعه من الميكانيزمات، اهم ميكانيزم هو انه تيستشعر كثير المشاعر، يعني كثير عنده واحد القوه انه يستحضر المشاعر وتاكسبتيها وتسجلها عنده وما تتنساش. وكذلك هذا الطفل الداخلي تيمثل ديك الجانب الانفعالي والعاطفي الجميل اللي تعيشوه في مرحله الطفوله، من لعب، من متعه وغيرها من الاشياء. ثم عندنا الحاله الثالثه وهي حاله الرشيد، كذلك تتكون عند الانسان ملي تبدا يطور الميكانيزمات ديال الادراك، وتبدا يقدر يدرك ويميز الاشياء، وتبدا يتخذ قرارات بشكل مستقل، وتتطور عند الانسان ملي تكبر تسميوها القشره العقلانيه. واحد القضيه ما لاحظتيهاش معايا، انك تكون في منطقه مثلا ركبتي في واحد الكار، ركبتي في التران، مشيتي لواحد المناسبه، وانك واحد الانسان تتلاقى معاه المفترى اول لحظه باش تتلاقى معاه تحس بان ذاك الشخص كانك مده سنوات وانت عايش معاه. طبعا هذه تكون تلقى واحد النوع ديال التنغيم في التواصل، انك تتبادلوا الحوار بعضياتكم بعد خمس دقائق او ست دقائق تتوليو كانكم تتعرفوا بعضياتكم اكثر من سنوات. هذه تسميوها كما تيقول عادل صادق في الفصل الثاني من الكتاب اللي هو الاتصال البشري.
يقول بأنه الإنسان تكون في عالم التواصل أو في عالم التواصل، إما نوع من التواصل تكون فيه التنغيم وتكون فيه التبادل، أو تكون تواصل منقطع. والتواصل المنقطع هو تأدي الألعاب النفسية اللي غنشوفوها بعد قليل. ومن جهة أخرى ممكن تلقى واحد الإنسان أول مرة وتحس بأنك ما تتحملش لك الشخص، كأنه واحد الشخص اللي هو عدو ديالك وانت لا تدري كذلك. هنا تبان بأنه طريقة التواصل بيناتكم طريقة مختلفة وما فيهاش تنغيم. التواصل هو الذي يسبب النجاح أو الفشل في المجال المهني وفي المجال الاجتماعي. قد تكون مثلا ذكي على المستوى المعرفي، عندك معلومات وعندك معطيات، ولكن ما يمكنش تكون مثلا مسوق ناجح، يمكنش تكون مثلا مدير تنظم العلاقات مثلا في واحد مؤسسة كبيرة ناجح. علاش؟ لأن ما عندكش آلية التواصل. إذا هنا خصنا نفهموا شنو هي آلية التواصل وكيفاش يمكننا نتجاوزوا هذه المباريات السيكولوجية من خلال فهم الميكانيزمات المحددة لهذه المباريات السيكولوجية، وشنو هي الدوافع الأساسية تخلي أن الإنسان يدخل في الصراع. أول عامل يخلي الإنسان يدخل في الصراع هو عدم التقدير الذاتي، لأن الإنسان متخلق وتبدأ يتلقى مجموعة من الرسائل من الوالدين دياله، من الأصدقاء دياله، من المجتمع. إذا كان الإنسان تتلقى رسائل بأنه ما عندوش قيمة، بأنه ما تستحقش أنه يعيش، بأنه ما تستحقش يكون في هذا الوجود، هذا تأدي واحد الشخص اللي ما تقدرش نفسه. إذا كان الشخص ما تقدرش نفسه فهو دائما تعتقد بأنه إلا بغى يفرض نفسه في المجتمع وفي العلاقات دياله خص يكون دائما عنده واحد النمط ديال التواصل اللي فيه تواصل سلبي، أنه تكون دائما تفرض نفسه على الآخرين. وهذا تأدي مجموعة من الآليات أو مجموعة من المباريات السيكولوجية كما تسميها الكاتب. إذا كان الأصل في العلاقات الإنسانية هو أنني أنا على ما يرام، أنت على ما يرام، يعني أنا مرتاح وأنت مرتاح في التواصل، لأن كلانا يعيش في نوع من الاستقرار. ولكن إذا كان أحد الطرفين في التواصل عنده واحد البنية نفسية مشوهة، هذا الأمر هذا تؤدي واحد المشاكل في الصراع وتؤدي واحد المشاكل في التواصل. وفي القسم الثالث يهضر على المباريات السيكولوجية. يقول الكاتب اللي هو عادل صادق من خلال نظرية تحليل المعاملات بأنه كل إنسان عنده 4 الافتراضات، لأنه الأصل في العلاقات الإنسانية تنطلق من 4 الافتراضات. الافتراض الأول هو البيرفكت، وتجعل أنه الإنسان يكون متوازن نفسيا ويكون في واحد الحالة اللي هي نسميه انسجام وتناغم مع نفسه ومع النت، وهي أنه أنا على ما يرى وأنت على ما يرى. هذه الحالة النفسية تخلي أن الإنسان دائما يدخل في عالم التواصل وهو عنده افتراضات إيجابية، ما تخليش أنه يحس بأنه مضطهد أو أنه شي واحد لحلو شي كلمة تحس باحتقار أو أنه نقص. الافتراض الثاني وهو أنا على ما يرى أنت لست على ما يرى، وهذا الافتراض يعني بأنه أننا فقد ثقة في الناس وفقد ثقة في العالم الخارجي لنظرا لواحد الاسباب تعرضت لها، لواحد الخيانه او شي واحد كان مثلا قريب ليك وسمح له فيك، مثلا الاطفال اللي تخلاو عليهم مثلا الاباء ديالهم او عاشوا واحد المحطره ديال الحرمان. ثم الافتراض الثالث وهو انا لست على ما يرى انت على ما يرى. هذا الافتراض الثالث يقول بان هذا الشخص هذا هو انه دائما شخص لا يستحق التقدير وانه شخص لا يستحق الامتنان، في حين ان الناس يستحقوا التقدير وتستحقوا الامتنان. والافتراض الرابع وهو أسوأ افتراض قد يقع فيه الإنسان وهو الذي يقود كثير أحيانا الأمراض النفسية المستعصية للعلاج والصعبة جدا، وهو الافتراض أني أنا لست على ما يرام وأنت لست على ما يرام، وهذا هو الذي يقود الحالة دي الاكتئاب والخوف يعني واحد الإنسان اللي هو مشوه على مستوى البنية النفسية. إذا نطلق واحد الفرضية بسيطة، إذا شنو هو أحسن نموذج باش نبني واحد التواصل ناجح؟ نموذج باش نكونوا ناجحين هو الافتراض اللي تكون انا على ما يرى وانت على ما يرى. لكن نظرا لاننا كنا تعرضنا لواحد المشاكل في الطفوله ديالنا وتعرضنا لواحد التحديات وواحد الصعوبات، يقول الكاتب باننا خصنا نفهموا هاد الالعاب النفسيه باش نقدروا نتجاوزوها ونقدروا نتخلصوا منها ولو نسبيا، لانه ملي ندخلوا في عمليه التواصل تبدا هاد الالعاب تبان بطريقه غير واعيه كما قال فرويد، بانه ما تنكونوش واعيين بهذه الالعاب هذه بل تتم بطريقه لا شعوريه. وممكننا ننطلقوا حتى من الفكره اللي هضر عليها فرويد واللي هي اليات الدفاع النفسي، اللي منها الحل، اللي منها زلات اللسان، اللي منها النقوص، يعني كاين واحد المجموعه ديال الاليات ديال الدفاع النفسي كنقاوموا بها باش نهربوا من الحقيقه ديال الصراع او ديال التحديات اللي تنمروا منها. وفي الاخير كيختم الكاتب الكتاب ديالو بمجموعه من النماذج ديال الالعاب النفسيه اللي تمر منها الانسان وتقدر يتحط فيها في الحياه اليوميه، مثل لعبه الصراخ،
مثلا واحد الشخص دائما ملي يوقع في واحد التحدي او في واحد الصعوبه تبدا يغوت او انه تطلق العنان للحاله ديال الطفل ديالو، شيء اللي تيفقدك انت التوازن وما تعرفش كيفاش تواصل معه. ثم كاين لعبه الشخص العاجز اللي هو دائما تيدعي العجز بانه ما قادش يواجه الحياه وانه تلقى صعوبات انه يتواصل مع الناس او انه يقوم بالعمل، وهذا تيخليه انه يرضي الطفل الداخلي ديالو وما تيقومش بايقاظ حاله الراشد باش يتجاوز الصعوبه. الجميل في هذه الالعاب النفسيه، وانا نخليكم الفرصه انكم تطلعوا الكتاب وتشوفوا هذه الالعاب بنفسكم، انكم الا فهمتوا هذه النظريه هذه غتمكننا اننا في كثير من الاحيان نكشفوا الغطاء على الدوات ديالنا المزيفه وعلى القناعات المزيفه اللي تنحطوها لفوزنا وتنحطوها للناس. الا قدرنا نتخلصوا من القناعات المزيفه كونوا متاكدين بانه غتكون بدايه ديال التصالح مع الدوات ديالنا وكذلك التصالح مع العالم الخارجي، ونقدروا نبنيوا واحد الوعي حقيقي ونقدروا نبني واحد التواصل ناجح، سواء التواصل العالم العلاقات اللي هو العلاقات الزوجيه او العلاقات المهنيه او العلاقات الاجتماعيه، لانه السر من نجاح الانسان انه يكون تعرف يتواصل، ثانيا انه يكون عنده يعني لكل مقام مقال، وهذا هو الصعوبه اللي تلقاها اننا ما تنقدروش نعرفوا شنو هي الاليات اللي نتواصلوا بها، اي فوقاش نعبروا عن حاله الرشيد، فوقاش نعبروا عن حاله الطفل، فوقاش نعبروا عن حاله الوالد. اذا الا كان عندنا هذا التنغيم في عمليه التواصل وكان عندنا هذا الوضوح هذا غادي نقدروا نفهموا هذه النظريه بشكل مبسط. اذا اللي بغي يفهم النظريه بشكل عام عندي ثلاثه جوج دي فيديوهات خلي لكم في صندوق الوصف، غادي يكونوا كارضيه لهذا الموضوع هذا، ومن بعد منها يمكن لكم تقراوا هذا الكتاب اللي هو مباريات سيكولوجيه، هو افضل كتاب نقدر نرشح لكم باللغه العربيه اللي تهضر على هذه النظريه وتبسطها مجموعه من الامثله التوضيحيه باش نفهموا هذه النظريه بشكل واضح. ونتمنى ان الكتاب ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب في القناه، وتحياتي لكم.